أكرم الله هذه الأمة بأذكار الصباح والمساء، ما قالها عبد مؤمن موقن إلا صدق الله معه. ما دمت تقرأ الأذكار فأبشر بكل خير، حتى ولو أصابتك مصيبة فإن الله يخرجك من ضيقها وبلائها وكربها بمثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال. فأنت إذا استعصمت بالله ووثقت بالله فلن يضرك الشيطان شيئا بإذن الله، لا هو ولا غيره. ولذلك المؤمن الموحد المخلص لله عز وجل لا يضره كيد الشيطان شيئا أبدا، حتى ولو كاده الشيطان وهو معتصم بالله ومتوكل على الله، فإن الله يبتل المؤمن بعض الأحيان بتسلط الشيطان عليه، لكن ليرفع درجته ويعظم يقينه. أيوب عليه السلام نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ليعلم كل قارئ للقرآن أن الله يبتلي أولياءه بالشيطان، لكن ما هي العاقبة؟ العاقبة أن الله سبحانه وتعالى قال إنا بصيغة التوكيد وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الله أكبر إذا قال الله نعم العبد. الإنعام تسأله ربك في كل صلاة تصليها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ في الدرجات العلى في الجنة مع الذين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الإنعام جاء بتسلط الشيطان، بالصبر على كيد الشيطان. إن الله لا يضيع عبده، وليعلم كل مؤمن أن هذه الدنيا ليست عبثا وليست سدى، وأن الله إذا سلط شياطين الإنس والجن على أوليائه فإنه لا يخذلهم ولا يضيعهم. وإن الله سبحانه وتعالى بالرصد، والله إذا انتقم فإنه عزيز ذو انتقام، ونقمته وأخذه أخذ شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، ما قال أخذ فلان وعلان، أخذ القرى ولم يقل القرية. إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الموحد المؤمن لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، إذا علم أنه إذا قال أعوذ بكلمات الله، كلمات الله التي لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات الله، ولو جئنا بمثله مددا ما قدرنا الله حق قدره. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من قالها ثلاثا لم يضره شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب، ما يكذب، ما ينطق عن الهوى، لم يضره شيء أيا كان هذا الشيء حتى يمسي، ومن قالها إذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح. إذا وثقت بربك فإن الله لا يخيبك، وإذا امتلأ القلب بالتوحيد بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن ينفعوك أو يضروك لم ينفعوك ولا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة تعود نفسك كيف تعرف ربك، وليس أن تعرف الشياطين ومردة الشياطين، وفلان أصابته العين فسخن، وفلان أصابته العين فكسرت سيارته، وفلان، فأصبحنا نتحدث بكيد الشيطان ونهول من هذا الكيد حتى خفنا في أنفسنا والعياذ بالله، وضعف اليقين، بل والأدهى والأمر تسلطنا على زوجاتنا وأولادنا وذرياتنا، فأصبح الرجل يدخل إلى بيته انتبهوا من فلان ترى له عين، وانتبهوا من علام من عين فلان. ما هذا؟ أين الإيمان؟ أين التوحيد؟ أين اليقين في الله جل جلاله؟ إلى درجة والعياذ بالله أن يترك العبد طاعة ربه من أجل هذا. إذن ما معنى هذا؟ معنى أن الشيطان والعياذ بالله غلب وخسئ عدو الله. فالمؤمن لا ينبغي له أن يستولي هذا الشعور على قلبه. حتى أبناءنا نسأل الله السلامة أصبحنا نخاف، وهذا لا يليق بالمؤمن. أين عقيدة المؤمن؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إبراهيم عليه السلام تجتمع الأمة في الأرض على إحراقه، على إبادته، ومع ذلك ما ضعف يقينه بربه، ومع ذلك ما ضعف إيمانه وتسليمه لله. ولماذا أنعم الله عليه؟ أنعم عليه بالتوحيد، بالإيمان، باليقين. ولذلك
لما تقرأ قصص الأنبياء تجد أهم شيء في هذه القصة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. من يعرف ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، من يعرف من بيده ملكوت كل شيء، من يقرأ قصص القرآن ويرى كيف يأخذ ربك شياطين الإنس والجن أخذ عزيز مقتدر، يعلم أن هذا إمهال وليس إهمال. فانظر إلى نبي الله أيوب كيف رأى العذاب والبلاء بنصب من النصب وعذاب جاءت نكرة، يقول بعض العلماء أنها جاءت نكرة للدلالة على أنها بلغت أمرا لا يمكن وصفه من العذاب في جسدي خارط قواه عليه السلام، لكن التوحيد ما نقص والإيمان ما نقص، واختار الله من قلبك واختار الله من بدنك وجسدك هذا الموضع وهو القلب، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. تنصر الرسل حينما تعلم أن السنة، يأتيك الرسول ويقول لك اصبر وإن الله معك، فتنصر الله ورسوله بالثبات على التوحيد والإيمان، فيقول لك فلان والله يتعين، قل حسبي الله ونعم الوكيل، فلان يضرب بالعين، قل على الله توكلنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فيكون المؤمن مؤمنا حقا وصدقا، ما خذل الله عبده أبدا، ويقول فلان يسحر، فلان يذهب إلى السحرة، فلان إن بصيغة التوكيد، إن كيد الشيطان، الله ما يكذب، ولا أصدق من الله قيلة، ولا أصدق من الله حديثة، ولكن الناس هي التي تكذب نفسها وهي التي تكذب على ربها والعياذ بالله، يجعلون من اللا شيء شيئا، والله عز وجل يقول إن كيد الشيطان ضعيف، لا كان بصفة الدوام والاستمرار، أي أنه ما كان كيد من الشيطان إلا كان ضعيفا. لكن من الذي يقوي هذا الكيد؟ النفوس، نسأل الله بعزة وجلاله أن يسلم نفوسنا من كيد الشياطين. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإذا قال ربك عن الشيء إنه ضعيف فلا ينبئك مثل خبير، وصدق الله وهو أصدق القائلين. فأخبر الله عز وجل أن هذه الأمور التي العين من الشيطان، والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا حصنت نفسك بأذكار الصباح والمساء، تحصن نفسك بأذكار الصباح اقرأها، لكن اقرأها قراءة المتأمل، يا حي يا حي الكل يموت إلا هو سبحانه، تقول يا حي، فتتذكر صفة الحياة التي ثبت لله سبحانه وتعالى، يا حي يا قيوم قامت به السماوات والأرض وقام به كل شيء، كل شيء قام بربك سبحانه وتعالى، وانظر إلى أقوى مخلوق، انظر إلى الجبال الراسية، لأن رست لأن الله أرساها، فإذا أراد أن يدكها دكا دكا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، فهي قائمة بالله ما هي قائمة بنفسها، يا حي يا قيوم قام به كل شيء، يأتيك الظالم باغيا أشرا بطرا، وتعلم أن قوة كلها بيد الله جل جلاله، فتقول يا رب إني أستغيث بك وأستجير، فإذا بهذه القوة كأنها لا شيء. ومن هنا كان من أذكار الصباح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، الله أكبر إذا فتحت لها أبواب السماوات، وأنت تقرأ هذه الأذكار وتعلم أنها كلم طيب يرفع إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إليه يصعد الكلم الطيب، وليس هناك أطيب من كلام الله وكلام التوحيد والإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، عبد من عباد الله يستغيث بالله صباحا أيضيع؟ والملائكة كلها تشهد، وحتى الأرض التي أنت عليها لما تقول يا رب إني مستغيث بك تشهد أنك استغفرت بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا قالها العبد من أي شيء يخاف ومن أي شيء يهاب، إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم يعني الذي رباكم بالنعم ورباني بالنعم ورباني ورباكم بدفع النقم، عليه له أسلمنا وعليه توكلنا وبه خاصمنا وإليه حاكمنا سبحانه وتعالى. فهذه الأذكار أذكار الصباح والمساء، من يقولها ويتأمل فيها، أنت لما تأتي وتقرأ المعوذات، قال لخبيب يا خبيب قل
قال ما أقول يا رسول الله؟ قال قل. قال ما أقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتان. إذا أمسيت وأصبحت ثلاثا تكفيك من كل شيء. ما هي معوذتان؟ أنت حينما تقول أعوذ قل أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم وأحتمي، تشهد الله من فوق سبع سماوات أنك تلوذ به وتحتمي وتلتجئ إليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أي شيء يخرج عن خلقة الله؟ هل في شيء ما هو مخلوق لله؟ من شر ما خلق أنت تقول اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء خلقته. فقد يأتي الشر من ولدك الذي هو من صلبك وأنت لا تعلم، ولكن الله يعلم. فالمقصود أن التفكير في هذه الأمور، ولذلك على القراء والرقاة الذين يقومون بالرقي عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى، أن ينتبهوا لعقائد الناس، وأن يخلصوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصحوا لعامتها، وأن لا يقولوا برجم الغيب. كل ما جاء مريض قالوا معك عين معك نفس، والله ليسألن أمام الله جل جلاله. ولا يجوز لأحد أن يقطع بأمر من الغيب بدون دليل وحجة وبرهان من الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك المريض كما ورد في السنة تقرأ عليه، لكن لما يأتي المريض وبدل ما يقول الإنسان عين ومس، يقول له يا أخي أنا عندي كتاب الله عز وجل أقيك بما فتح الله عز وجل عليه، والباقي لا أخوض فيه، علمه عند الله. ما حافظ عبد على الأذكار إلا شرح الله صدره. ووالله الذي لا إله إلا هو لن تجد أحدا مكروبا ولا منكوبا ولا ضاقت عليه الدنيا بهمومه وهموم أهله وولده، ولزم أذكار الصباح والمساء إلا جعل الله له من بين أطباق الدنيا فرجا ومخرجا. وإنك والله لتعجب من بعضهم أن عليه من الهموم في نفسه وماله وأهله وولده لا يفتر من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في الصباح والمساء، وإذا بك تجده أشرح الناس صدرا وأكملهم يقينا. فبخم بخم كم له من الأجر والدرجات العلى عند الله عز وجل بهذا اليقين، هذا اليقين الذي ترفع به الدرجات وتكفر به الخطيئات ويرضى الله به عن المؤمنين والمؤمنات.